فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام إذا جلس للتشهد الأخير وقام المأموم سهوا، ثم الإمام إذا جلس للتشهد الأخير لكن المأموم قام سهوا ثم أدرك خطأه فجلس، هل يسجد المأموم للسهو بعد تسليم إمامه؟ لا، ما سهى فيه مع الإمام يتحمله الإمام، إلا إن كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا وسهى فيما صلاه مع الإمام فإنه يسجد للسهو، إذا قضى ما عليه يسجد للسهو. أما إذا أدرك الصلاة من أولها مع الإمام وسلم مع الإمام فإن الإمام يتحمل ما حصل منه من السهو. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.